بصراحة امبارح اللي عملته أنا كان غلطة كتير كبيرة. يا ترى بتسامحني وبترجعني للشغل؟ طبعاً طبعاً، بس هون أنا اللي بعطي القرار النهائي، فهماني علي؟ إيه طبعاً فهمت. إذا هيك أنا رح أرجع على شغلي فوراً. دقيقة بالله دقيقة، أنا هون المعلم، فهمتي علي ما هيك؟ عمر لا تزودها معي كتير. إيه طبعاً فهمت عليك منيح. لا خلينا نكمل باللعبة أنا وياكي شوي. أنا إذا أعطيت قرار بهذا المحل هالقرار أكيد رح يطبق بدقة، سواء كان القرار صح أو إذا كان غلط. ها، وإذا كان بدي أعرف رأيكم طبعاً بسألكم أو بطنش. ليش بطنش؟ لأنه أنا اللي معلم هون، وهالشي مفهوم كتير منيح ما هيك؟ إيه طبعاً مفهوم يا معلم عمر، طبعاً مفهوم كتير. إيه طبعاً. بالأخير رح أضربك، لا تزودها قدام الشباب. إيه خلص. وبما أنه فهمتي الوضع منيح فرح ترجع إلى شغلك. أهلا وسهلا فيك يا رفيف، وهلأ رايح على غرفتي لأني مشغول. شو هذا جن؟ جود. نعم معلم. اعمل لي فنجان قهوة بسرعة، واللي بيفوت على غرفتي بدون ما يدق بدي عاقبه. إذا كانوا 4 أمتار بكفي واحد. إيه؟ بس إذا بدك يكون في تمويج كتير ويبين تقيل فالواحد بده يزيد، بصير 3 مو؟ إيه بدي إياه منيح كتير بفرد مرة، بحبه كله مموج. إيه خلص خليه مموج بحبه. شكلك كتير مزوقة. وشو بتحبي تكون الألوان؟ ممكن بوردو وممكن عفني، على ذوقك. بوردو وعفني. بدي أسألك سؤال، لما كنتوا بدكم تتجوزوا صار معه هداك الحادث البشع، ما مسكوا اللي ضربوا بالسيارة لهلا؟ لا يا روحي، من وين؟ أنت بتعرفي إنه ضل 6 شهور بالمستشفى وفقد الذاكرة، وهلا كمان وفوقها طلعت له جريمة هايلينا وعم يحاولوا يتهموا فيها للزلمة، تخيلي. بس هو ما قالوا أي ذنب بالقصة، والمجرم الحقيقي ليكو سارح بالشوارع وما همه أي شيء بنوب. لا تواخذيني لو سمحتي، لفيت ودرت بالحديث ووصلت لعند جوزك القديم. هلا نحن قاعدين نسوان على بعضنا وحابة أسألك سؤال، برأيك ممكن يكون حسان قتل للينا؟ لا ما بظن، ما بيخطر على بالي إنه حسان ممكن يقتل حدا. بس شفتي كيف انت كمان جواتك شك؟ طبعا انت مالك فاضية تعدي معي وتحكي على جوزك من وين لوين، بس منيح خلصتي منه لانه كان مصيبة. اهبال مجنون على الخالص. شو قصدك؟ قصدي انه مجنون. كنتي ما بتعرفي انه مجنون؟ انت كمان خدعت. وقفي دقيقة بس لحظة. يمكن كانت هون. أنا بعمري كله ما بحكي على حدا بدون دليل، وهذا ليكي ها دليل وموقع ومختوم. تفضلي. ومن وين جبتيها لهي الورقة؟ أخذتها من عيادته بالسر. يعني أنا قلت شي بالسر؟ من الباب، فتحت الباب وفتت وهيك. طيب إذا هيك بعدين بمرق لعندك حبيبتي بالإذن. كتان؟ شو؟ كتير طري وخفيف وبالكوي كتير سهل كمان. 6 أمتار لغرفة النوم و12 للصالون وبيكفوا. موديل أمريكي، أنا بعمل لك موديل أمريكي كتير حلو. بس أنا كأني كتير تحمست. ما ماشي، رح أشتريهم مثل ما قلتي. شكراً عزبتك معي. لا العفو ولو. هو أنا يعني فتت بالسر بس عادي، يعني ما بعرف كيف طلع من تمي هالحكي كله. ما رح تحكي لحدا مو هيك؟ لا تاكلي هم ياسمين، لساني قصير وما بحب النم. بخاطري. الله معك. أهلين. عن جد شكرا، عزبتك. الله معك. معي مع باي. السلامة. باي. الله معك. بقتلك من تحبها. ولك أنا شو عملت؟ أنا شو عملت؟ كانت مرته القديمة. يا رب دخلك. ألو مراد. ماشي يا ابني، أنا جاية ما بطول. حسان خير؟ شو بدك غصون؟ نحن لازم نحكي، الموضوع ضروري. لا أنا رحت فيها. امشي من هون، تحتها بسرعة، خلينا نروح. بظن ما عاد في بيناتنا حكي.
بعد ساعة بشوفك بالعيادة. ريهام، أنا بسبب اللي صار بيناتنا خسرتها لديمة. أنت من زمان محضر حالك لهذا الشيء. شوفي، بدك تروحي لعند ديمة وتحكي لها كل شيء فورا. وإذا ما بدي روح؟ ما عاد تشوفيني منوب. ماشي، أنا رح روح وحاكيها. ارتحت؟ لا بترجاك تطلع بوشي، لأنه إذا ما طلعت رح موت. أنا بوشيك. ييه، ورد كمان، يا الله. لا عم شوق يا هالزلمة، لساته عم بيبعت لك ورد. شايف هالمسكين لساته عشقاني ومتيم بحبي لهلا، معجبين النجوم هيك بيكونوا. بدك الصراحة وجعني قلبي عليه كتير. ايه، امبارح بالليل كان لازم تحطي له حد، مو تقعدي تقري معه وتعطيه وش لأنه ما رح تخلصي. بالله شاد، وشو فرقانة معك؟ كان لازم تسدي له الأسوارة بخلقته. أنا رح رجعها، بس أنت لا تتدخل. روح من هون، روح من وشي، أنا ماني فاضية ابنه. بروح. مدام زينة، خلص أنا قررت إنه ما عاد بدي راقبك من بعيد بنوب. شوفيري الساعة 8 رح ينتظرك قدام الباب تبع بيتك، رح يجي ياخدك بسيارة ليموزين. إذا قبلتي نتعشى سوا لوحدنا رح تخليني أسعد رجال بالعالم يا وردة. أهل الليموزين. لا تسكري بوشي، أنت الحق معك، أنا ندمان كتير على اللي ساويته فيكي. واعتذارك أبداً مانو مقبول ريهام. تعرفي إني كنت بحبه مظبوط؟ بعرف، رضا هو يلي جبرني. أنا قلت له ما بدي هالشي بس ما فهم وصار يلاحقني. بالأول طبعاً رفضت، بس بعدين بالحفلة كنا شربانين كتير وقتها، وأنا كمان غلطت لأني سايرته. وبعدين ما بعرف شو لازم قلك ريهام، ما عندي حكي بنوب. ليش هيك يا رضا؟ جود، هدول مو مستعجلين عليهم، جوا كرم عم يعبي الملح، معلش تروح تساعده من بعد إذنك؟ سيد عمر، يعني المعلم هون طلب مني أعمله، ومثل ما بتعرفي أنت كلمته هي اللي بتمشي. ما إذا بدك روحي أنت ساعدي، وإذا ما عجبك خبر المعلم عمر بالقصة. ألو، مساء الخير. مساء النور مدام، كيفك؟ منيحة تسلمي. معلش احكي مع السيد حسان. السيد حسان عنده مريضة وما بده حدا يزعجه بنوب، إلا يتصل فيكي؟ لا، أنا بحكي بعدين بخاطرك. بعرف إنه أنت اللي ضربته لغسان بالسيارة. شو هذا اللي عم تقولي غصون؟ بالأول كنت شاكة بس، وهلأ تأكدت. جيرانك بيعرفوا شغلات عنك أكتر من اللي أنت بتتوقعه. غصون، حلي عني وحاشتك كذب، بكفي. مع السلامة. مثلاً ياسمين.
اجت لهون وعرفت انه كنت بمشفى الامراض العقلية وبإيدها تقرير انك مجنون. انت شو عم تخرفي؟ بس تحس حالك متضايق رح كون واقفة جنبك حسان. يلا بشوفك. يا شباب، مشان ما يصير سوء تفاهم لازم نبهكن. الست رفيف مديرة المطعم هاد، فرجائي منكن انه طلباتها بتاخدوها بجدية وتنفذوها بالتفصيل وتحترموها مثل طلباتي بالضبط واكتر. واللي ما فهم هذا الشيء او اللي ما بده ينفذ كلامي بيقدر فورا يترك الشغل هون. انت لما قلت لي جيبي مراد معك وانا قلت له انه انت بدك اياه، هو كان كتير مبسوط وقال له بشو عم تحس هلا. قال له لا تخجل، قال له يلا احكوا مع بعض احكي. شكرا حبيبي مراد، منيح جيت، انبسطت كتير شفتك. كيفك؟ منيح منيح منيح. قال له يلا، قال له كيفك؟ منيح عم غسان، انت كيفك؟ منيح منيح. انا ما عاد فيني خلص، كتير تأثرت. الأب وابنه اجتمعوا ومثل ما بيقولوا مثل الإبرة والخيط وهيك حكي، يعني مثل الضفر يلي ما بيطلع من اللحم، والاثنين مشتاقين لبعضهم. شو عرفك بالموضوع؟ شو كيف يعني؟ إنه الأب اشتاق لمراد. أنا عم بحكي بطريقة منطقية، بالأخير الأب وابنه بيشتاقوا لبعض طبيعي. مراد حكيها مزبوط، إذا كنا معصبين وزعلانين عادي بنقدر نسامح بعضنا ببساطة، خاصة بهالظروف. صحيح صح، خاصة بهالظروف. بس هلأ تعوا ما نحكي شغلات. مراد ابني جميل. شلون هذا؟ شو جابه لهون على السجن؟ اشتقت لك كتير مراد، ليش ما عم تجي لعندي لهون؟ معقول ما عم ينشغل بالك على أبوه؟ لا تقلي ابني. على مهلك، انت مالك ابوه، مالك ابوه، عم تفهم؟ ياسمين شوفي انا رح احكي لك كل شيء، بس دقيقه واحده، دقيقه لحظه. انا كثير يا ابني، انا ربيتك وكبرتك. شو كبرتني؟ شو ربيتني؟ ربيتني على كذبك بس. انت خطفتني من امي الحقيقيه، انت مجرم مجرم. مو معقول. بلا ذوق، في حدا بيحكي مع ابوه بهالطريقه؟ طول بالك انت يلي بلا ذوق. وبالله شو اللي تعبته على هالولد؟ اه شو عملت له؟ انت يلي دمرت له حياته وعيشته كلها. خير شو عم يصير معكم انت وياه؟ شوف ياسمين، خلص انا بدي لك شغله كثير مهمه قبل هالمره. لا 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 لا، هي شغله حياه او موت. غسان مراد بيكون ابنك، ما تذكرته؟ شو ابنك انت يا غسان؟ ابنك من لحمك ودمك، شو بك ما تذكرته؟ لك انت شو عم تقولي ياسمين؟ لك هذا ابنك غسان. غسان مراد، مراد مشان الله يا غسان، ممكن هداك يأذيك، لا تصدقه لجميل، سمعتني؟ ممكن يأذيك، لا تصدقه. شوفي مين انت ولك؟ ها؟ ايدك عنه خراسولا. مين انت؟ احكي لك، احكي لشوف. اهلا وسهلا. مرحبا، انا عندي موعد هون، اسمي زينة عشلان. أهلا وسهلا، تفضلي معي إذا بتريدي. شكرا كتير، كلك ذوق. بس ليش محلكم فاضي وما في حدا؟ فضيناه كرمالك يا خانم. والله جد هالشي رومانسي كتير. شو بتحبي تشربي؟ بدي كاسة مي لو سمحت. تكرم عينك. أوه فراس، انت شو عم تساوي هون؟ شو يعني عم تشتغل بهالفندق؟ اه كأنه هالفندق لحماك كمان. مو هيك ابدا، طالعة كتير حلوة اليوم.
شكرا كثير لك، بس ما في داعي تقعد هون ابدا، لانه انا عم استنى واحد هو سكر المطعم وطلع الزباين كلهم كرمالي. بالله بعرف الثياب على مقاسك وحلوين كثير لابقين لك. وصلني كل يوم وهيك انت بترتاحي من هالشغلة؟ من وين طلعتوا لي هلا بهي الشغلة؟ اه ماما بابا هي اول مرة بيطلب شغلة، وبعدين هيك بغير شكل وبقعد مع ستي، يعني بتفرج على التلفزيون بتسلى. طيب ماشي، سلميلي على ستك كتير. ماشي بابا. متصل ماما، فيني اسألك شغلة مهمة؟ شو؟ انت بين عليك كتير مقهورة. لا ابدا، من شو بدي اكون مقهورة؟ بلا انت مضايقة من شي؟ لا تزعلي من شي، ماشي؟ ما بيلبق لك الزعل ابدا. قديشك ذكية وبتفهميها على الطاير، وقديشك لذيذة وحلوة، يعني بلاكي شو كنت رح ساوي. اخ يا روحي انتي. خلص حاجة هيك، اسمعي لما توصلي لعند ستك حاكيني. ماشي؟ طيب الله معك حبيبتي. ماشي بابا، انت هلا بلا ما تتعذب على البيت انا بيجي لعندك. ديما بس لحظة، اسمعيني شوي. سكوت، ما بدي اسمع كذب اكثر من هيك. ماشي، بعرف صعب عليك القصة، صعب عليك تكون صادق لمرة واحدة بحياتك. انا اسف ديما، اسمعيني، صارت القصة بلحظة ضعف. انا وريهام ما في مشاعر بيناتنا منوب، صدقيني. وبيناتنا ما ضل في شي رضا. انت شو لسه بدك مني بعد اللي ساويته؟ انه كمل معك وكأنه ما صار شي ابدا؟ لا، وفوق رفقاتي نبهوني وامي نبهتني، حتى بتعرف حتى عمتك نبهتني. يا خسارة، لأني عن جد حبيتك. انت شو؟ ضحكت علي بكل بساطة، ما بدي اشوفك بعد اليوم. شو الموضوع؟ الظاهر انه حماك زود لك مصروفك شوي؟ خلص ما عاد في عندي حما، انفصلنا. ورجعت أخذت مركز كمبيوتر، بس كبرته بسرعة، وهلأ قيمة شركتي $1,000,000 تقريبا، وأنا بعت نصها. ترقصي معي؟ بلا مسخرة، أنت شو عم تعمل؟ روح أقعد محلك، روح. شكلك لساتك معصبة مني. عادي، آخر مرة تقابلنا فيها تصرفت معك بغلاظة. بتعرف فراس، لو كنت عرفانة إنه أنت الشخص أنا ما كنت إجيت لهون بعمري. بعرف، ولهيك أنا خبيت شخصيتي عنك. أنا آسف. وشو بدك من ورا هالشي؟ أنا ما نسيتك وما عم بقدر إنساكي زيزي، حاولت كتير إنساكي بس ما قدرت. شو أعمل؟ شو هو الشي اللي ما عم تقدر تنساه؟ يلا قول، صار شي بيناتنا لحتى ما عم تقدر تنسى الموضوع؟ أنا وأنت ما صار أي شي بيناتنا، وما رح يصير ومستحيل يصير. لا بده يصير. أنا صرت رجال وإلي قيمتي وبقدر لبي كل طلباتك كمان. وأنت بأي صفة بدك تلبي كل طلباتي؟ يلا أحكي وما تسكت. يلا أه؟ خلينا نتزوج أو نعمل علاقة حرة. اطلع فيني، كلمة تانية بتحكيها بقوم لعندك وبكسر لك راسك، عم تفهم؟ مع الوقت رح تحبيني. أصلاً أنت ما كنتي بتحبي لؤي، بس كرمال مصرياته حبيتيه. شوفي زيزي، أنت ما فيكي تعيشي لحالك، أنت بحاجة لرجال
مثلي أنا. الغرفة فوق جاهزة حبيبتي. قلت لك رح اكسر لك راسك يا كلب يا غبي. لك انت شو فكر حالك يا عديم الذوق؟ وهي صورتك ناس ما عندها لا ذوق ولا ادب، مفكرني رخيصة، ما عاد بدي اشوف وجهك يا حقير. يلا بسرعة طالع البيتزا من الفرن وقسمها وحطها بالصحون وقدمها للناس. وليش انا بعمل كل شي بقى؟ لانه انا المعلم. معناته بعد ما اطلع البيتزات هدول بصير انا دوري بالمعلميه. خليني انا كمان اصير شوي معلم. شوفي خاله رفيف رسمتكم، هاد بابا وهي انتي وهي انا، مو كتير بيشبهونا؟ معلش نرسم انا وياكي. ايه طبعا يا روحي بنرسم، بس كتير طالع حلوه معك الرسمه، حلوه كتير مو هيك عمر؟ انا جايه بعد شوي. وانتي لعند اختك الكبيرة، يلا لشوف. مساء الخير حياتي. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلين فيك. ممكن نحكي شوي؟ ايه طبعا. في شي؟ ما بيمرق يوم ما بيصير معنا شي حسان، صار لازم نحكي. مثل ما بدك، عم اسمعك. شوف حسان، أنا شفتها اليوم لغصون وهي طالعة من عيادتك، ليش لتروح لعندك؟ إجت لأنه عم يجي على ضرسها وما قدرت أقلعها، قلت لها ما عاد بدي اشوفها مرة تانية، هيك وبس. بس الظاهر مو هيك. نيرمين، أنا شو ما حكيت أنت ما عم تصدقيني بنوب، الظاهر انهزت ثقتك فيني. أنا تعبت من كل شي حواليي حسان، ما بقى فيني اتحمل. لحتى تصدقيني وما عاد تشكي فيني، شو فيني أعمل لك؟ ما عم بعرف. بعد إذنك بدي أطلع أتمشى شوي لأني مخنوق. ياسمين يا مجنونة. هذا جاي لهون، هذا جاي يموتني، أكيد جاي مشان يخنقني ويقتلني. ياسمين خلص شبيك، شدي حالك، ليش بده يقتلك؟ ياسمين حاولي تركزي شوي. شو اللي سويته بحالي؟ أنت كيف قلتي إنه فتي على عيادة الزلمة بالسر وأكدتي؟ وكمان رحتي قلتي لمرته قديمة ولا مو قديمة بالأخير؟ أكيد رح تقول لجوزة. ديما يا ديما، ديما ديما بنتي، وينك يا روحي؟ عند ستك؟ القصة أنه غيرت محل الكنبايات مشان هيك عم بلهت. عادي، وإذا نص ليل يعني، كنت عم حاول أنه ظبط البيت شوي. خلاص حبيبتي روحي، سلمي كتير على ستك، لا تلهيني، يلا بوسات، عندي شغل كتير هلأ. يا الله، ليش هيك واقفة بالعتمة أنا مثل أفلام الرعب القديمة؟ لك مجنونة أنت ياسمين؟ أنا مرة قوية وما بخاف، مرة قوية وما بخاف. أمي أمي، يلا أقول مرة تانية، يلا قول. امي. ايه برافو عليك، كمان. امي حياتي، برافو برافو عليك.
شاطر. يا خانوم شو بيحكي هذا الطير؟ ايه طبعا بيحكي، هذا من أذكى أنواع الطيور، أذكى من كتير ناس، حتى بيفاجئوك بذكائهم. آه حبيبتي نيرمين، أنت ما بتدقي الباب أبدا، أنت بتفوتي فورا، تفضلي. مبسوطة لأنك انتقلتي؟ يعني تقريبا صار البيت جاهز. نيرمين الشاي لساته سخن، بتحبي تشربي معي؟ أنا ما أجيت لبارك لك بالسكنة هون، جيت حاكيكي. إيه طبعا منحكي، بخصوص شو؟ الموضوع أنت بتعرفيه، انتقلتي لهون مشان حسان. هيك عم تفكري فيه؟ مو معقول. من لما شفتك حسيت بالموضوع، مع أنه حسان ما بده ياكي تيجي لهون، أنت اشتريتي هالبيت. وبعدين أنت اليوم شو كنت عم تعملي عنده بالعيادة؟ مين؟ حسان ما بده ياني انتقل وإجي اسكن هون؟ إيه نعم. عن جد هو قال هيك؟ مع أنه الصبح مرق لعندي مشاني قلي أهلا وسهلا فيكي، وحتى سألني إذا كنت محتاجة شي هون، وكمان كان سني واجعني وأصر على أنه روح على عيادته بدل ما روح على دكتور تاني، مشان هيك رحت وقلا شو بدي بهالروحة لعنده. وين حط هي يا خانو؟ حطها بهديك الغرفة وأنا جاي فورا. نيرمين أنتي ليش هيك فجأة انخطف لونك؟ أنا لسه ما شربت منه، لساته نظيف. شربي، أنا بشوف الزلمة وبرجع لعندك. لا تقولي شي لنيرمين، لا تقولي شي لنيرمين. العمى شو هاد؟ وين بلاقي الممسحة؟ جابني لهون يا ربي. شو صار معك؟ خوفتيني عليكي. الكاسة وقعت مني. لو سمحتي لا تعذبي حالك، أنا بمسح هون. لازم روح هلا؟ ماشي. نيرمين يلي بدي أقوله هلأ، بتمنى أنه ما تفهمي غلط أبداً، بس لما تتعرفي علي أكتر بتعرفي أنه أنا ما بأذي حدا. أنا كأني عم بسمع أصوات غريبة. لا مو كأني، هاد أكيد. لا هذا الباب، هذا الباب. زيزي زيزي بوس ايدك، ردي علي مشان الله، ردي علي. اهلين حياتي ياسمين. الو زيزي، زيزي تعالي بسرعه 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 بسرعه، تعالي لهون مشان الله، تعالي لهون. يا عمري شو عم تقولي؟ انا ما عم اسمع شي بنوب، احكي بصوت عالي شوي. لك ما بقدر، ما بقدر احكي بصوت عالي. بسرعه زيزي تعالي، بوس ايدك بسرعه تعالي. ماشي جاي لعندك فورا. والله خوفتني. يا ترى شو صاير معه؟ حسان بترجاك لازم ترجع على البيت بسرعة، ضروري كتير. طبيعي بالليل انه نخاف اكتر من الصبح، لانه دائما الليل بيكون رفيق السرائين ووقت الامان للمجرمين. أما للناس اللي عندهم مشكلة فهو حمل تقيل على كتافهم. زيزي زيزي جيتي. مثل ما منعرف العالم مكان خطير وبيخوف. لأنه مليان بأشخاص سيئين مستعدين يعملوا الشر بأي لحظة، وفي ناس كتير ما بيعرفوا كيف بدهم يواجهوا الشر ويبعدوا عنه. ياسمين بظن عندك شي بيخصني لإلي، رجعي لي يا لو سمحتي. صح، أكتر باب متين عنا منتخبى وراه دائماً،
لأنه بكل الأوقات هو بيحمينا من كل الأخطار. يلا خلصيني بقى، أعطيني إياه. بس أنا ما عندي شي بخصك. شوفي ياسمين، ما بدي عيده لحكي. اللي سرقتيه من عيادتي رجعي لي إياه فورا. أنا ما سرقت منك شي، الله وكيلك. بعدين شو بدي أسرق منك يعني؟ ياسمين، أنا بعرف إنك فتي على عيادتي بالسر. شوف شوف ناديت لي لزينة، شوف آخر مكالمة. ياسمين، أنت بالظاهر جاي عبالك تلعبي معي، بس أنا والله ماني فاضي لك بنوب. يلا بلا ما نكبر القصة، رجعي. أنا ياسمين. خود خود خود، خلاص هاي الورقة، هاي الورقة خدها يلا. وهلأ افتحي أدناكي واسمعيني منيح. هالمرة ما رح أحكي معك شي، بس لا تضلي تضايقيني مشان ما أضطر أتعامل معك بأسلوب غير هاد. عم تفهمي شو قصدي طبعا؟ حلو. الخوف هو الشعور الوحيد اللي ما بنقدر نقاومه وما بنعرف كيف نتعامل معه. والغريب انه الشي اللي بنعمله ونحن خايفين احيانا بخلينا نجمد وما نتحرك، واحيانا بخلينا نتحرك بسرعه ما بنتخيلها. ياسمين ياسمين، سمعتيني ياسمين حبيبتي؟ ياسمين قومي ردي علي، لا تخوفيني عليكي مشان الله، مو ناقصني كمان. قومي ياسمين قومي. الحمد لله الحمد لله يا روحي، انت منيحه زينة؟ ايه روحي زينة. زينة اجيتي؟ هذا المجنون دي عم يموتني. لما نحس بالخوف بيصير هالشعور هو اللي يحرك حياتنا وبيحطنا بين خيارين، يا اما منستسلم ومنقبل باللي عم يصير، يا اما منواجهه بشجاعة ومنوقف بوشه. ما عنا خيار تالت. نيرمين، شو عم تعملي؟ شو هاد؟ من وين هدول؟ احكي. انا رحت لعند غصون على البيت مشان احكي معها ولقيت هدول. شي غريب؟ لا غريب ولا شي، كل شي واضح ما بده شرح. ليش ما عم تفهم؟ اللي اسمها لينا ماتت مقتولة، وغصون أكيد هي الموتتة. ما بتوقع. شو هو اللي ما بتتوقعه حسان؟ هي قتلت المرة وقلعت لها سنانة مشان تتهمك أنت. حياتي، إذا هي عم تعمل هيك شيء ليش خبت هدول؟ خبتهم مشان يضلوا يشكوا فيك وتهددك فيهم، وأكيد كانت رح تخبيهم شي مكان عنا. وهلأ خلص ما في داعي تعذب حالها، انت جبتيهم بدل على بيتنا. خليني ارجع اشوفهم. شو عم تعمل حسان؟ شيلهم من فوق تختنا فورا. حياتي لا تقرفي، هدول اسنان ما بيعملوا بقع. انا ما عم بحكي مشان هيك، هدول بالاخر اسنان حبيبتك القديمه، لو سمحت شيلهم فورا. وجعني راسي من كتر ما عم فكر. حسان بترجاك خلينا نخبر الشرطة. حياتي، إذا رحنا على الشرطة شو بدنا نحكي؟ ما فينا نثبت إنه لقينا هدول ببيت غصون، وهي أصلاً ما رح تعترف إنه مخبيتهم، وبالأخير رح توقع كل هالقصة براسي أنا. طيب إذا هيك شو بدنا نعمل؟ نيرمين،
أنا الشخص اللي شاكين فيه، مشان هيك أنت لازم ترجعي هدول من محل ما أخذتيهم بالضبط. وبعدها منتصل فورا بالشرطة ما هيك؟ منتصل فيهم، لا تاكليهم. غصون ما رح تنفذ من هاي العملة. بتمنى من قلبي نخلص من هالمصيبة بدون ما يجينا وجع راس. يعني والله أنا أعصابي تعبت كتير وكل يوم عم يزيد همي أكتر يا حسان. حبيبتي حاج تفكري بهالموضوع، أنا رح لاقي طريقة وحل بوعدك. شو رأيك تعملينا فنجانين قهوة؟ كل إنسان بآخر الطريق رح يموت. حسان؟ أخ منك أخ، ما رح تقعدي عالي ما هيك؟ أنا ما عم بفهم عليك شو بتقصد. ماما أنا بعرف شو عم تخططي أنت وغصون، بس وينك؟ عندي لك خبر منيح. نيرمين لقيت أسنان، يعني برأيي هلأ كل شي انتهى. فهمتيني؟ ما انتهينا. ما انتهى شي يا روحي، أصلا هلأ بلش اللعب. أمي نصيحة لا تضلوا كتير ورا هالموضوع، مشانكم انتوا اللي رح تنضروا. اي بكرة بيبين معنا مين اللي رح ينضر يا روحي. أنا قلت لكم إنه هو القاتل صح؟ بس ما حدا منكم رد علي، ما في غير غصون اللي سمعتني. شربي كاسة المي وخلينا نفكر بهدوء. لحظة، شو قلتي؟ كأنه قلتي غصون؟ زينة والله العظيم زلقت قدامها، كنا قاعدين أنا وياها وما بعرف كيف هالكلمة طلعت من تمي. قلت لها حسان واحد مجرم، ورجيتها الورقة اللي لقيتها بعيادته وهي صارت تقراها ويمكن حفظتها. لا حبيبتي، شو هالغلطة؟ شو ما ضل حدا غيرها بالدنيا تحكي لها وتورجيها هالورقة اللي معك؟ يعني يا زينة بس لو تشوفيها شو عقلة وهي قاعدة. أنا بعرف أني غلطت وزلق لساني، بس شو أعمل يا ربي؟ لك يا سمين مشان الله، لسانك بيضل عم يزلق. أنا ما شفت بحياتي حدا أشطر منك بيجيب المشاكل لحاله وهو قاعد. يعني أنت ما بتخافي على حالك لما بتعملي هاي الشغلات؟ إيه طبعا بدي خاف، معقول يعني ما خاف؟ نقصف وركبي لما الزلمة إجا، بس يعني البني آدم بوقتها ما بيخطر على باله شي. والله ما فكرت، مدري شو صار لي نعمة على قلبي بوقتها. والله يا عمري كنت رح جن لما شفتك بهاي الحالة. خلص لا تخافي، طولي بالك، خلص ما في داعي تخافي، بسيطة. شغل البيت عند المرة ما بيخلص أبدا، بتغسل وبتجلي وبتمسح وبتكنس وبترتب وبتلملم، وحتى لو كان اليوم 48 ساعة مو 24 بتلاقيها مو ملحقة على شغل البيت. ومع هالشي ما بتفقد الأمل، وإذا اضطرت بتشتغل فوق طاقتها لتحاول تلحق كل الشغل. لك شو عم بصير؟ حياتي وقفي المكنسة، صوتها كتير عالي وأنا تعبان بدي نام. أنا كمان تعباني مثلك، بس لازم نظف اليوم. أوف أوف أوف، لما صرت المدير فكرت حالي رح ارتاح ونام زيادة، بس والله طلعت غلطان كتير. غلطان يا عمر؟ طبعا غلطان. على فكرة اتصل صاحب مطعم السمك. شو؟ على أساس عامل لك ياها مفاجأة؟ صح، يعني معك حق عمر، مفاجأة كتير كبيرة، مع أنه صرنا 8 سنين وكل عيد زواج قلنا بناكل عند نفس مطعم السمك، وأنا لما دق انصدمت وتفاجأت، بس لغيت الموعد. شو؟ لك ليش هيك عملتي؟ عمر والله مو جاي عبالي اطلع من البيت، خلينا نضل هون. بس حياتي اليوم بيكون صار لنا 9 سنين مع بعض، مع انه امك قالت انه ما رح تكملوا السنة الثامنة مع بعض، بس ليكنا صار لنا 9 سنين يا روحي، 9 سنين بقى لا تزعليني. حبيبي والله مو قدراني بنوب، ما بعرف كيف بدي خلص شغل وحط راسي ونام. حتى بتعرف شو ناوي اعمل؟ رح اترك الاولاد عند خالي ماجدة، خليهم عند اطول فترة، وانا بساوي حمام وبحط راسي وبنام فورا. طيب خلص مثل ما بدك، شو اعمل؟ خلص لا تتضايق، هذا بده غسيل. دقيقة، وقت بدك تنامي أنا بقدر أني أتسطح جنبك.
ايه بتقدر بس بشرط ما تفيقني. عمر بدون ما تفيقني. يلا على الحمام، يلا على الحمام، يلا. وهذا خده بطريقك، يلا هاتي. زينة صباح الخير. كيف بدي اشوف الخير على وشك؟ لا وطالما جاي عم تضحك كمان معناتها الشغلة أكيد ما فيها خير. حرام عليكي، والله أنا أجيت لهون مشان بارك لك زينة. صحيح، ممكن تسمحي لي بتوقيعك؟ شو قصدك؟ يا الله قديشك متواضعة، ممثلة كبيرة مثلك ما لازم تسأل هالسؤال. أنا كتير مشغولة، حاجة تلف وتدور وأحكي لك جاية وخلصني. معقول ما أجي؟ قبل شوي شفت مسلسلك حبيبتي. إيه بس هيك ما بيصير، الواحد لازم يخبر صح، يعني لو ما بيعيد له حلقة كانت راحت علينا. كتير كان لابق لك دور الأم. حبيبتي شو هالتياب اللي كنتي لابستيهن؟ إيه والله أنا وحمدي متنا من الضحك. بالله جد، أصلاً أنا شرف كتير كبير لإلي إني أبسطكن وسليكن يا لؤي بيك. أخيراً عم تشتغلي الشغلة اللي بتحلمي فيها، شو بدك أكتر؟ والله انبسطت من كل قلبي. ايه شو مشاريعك الجديدة؟ لو اي ماني ناقصتك وما عندي مشاريع جديدة بنوب، وانت كنت حلمي وطلعت كذبة كبيرة. بزماني مشان حضرتك سكرت كل البواب اللي كانت مفتوحة وهلأ عم دقن وكلهم عم يتسكروا بوشي، هيك مبسوط؟ لك حبيبتي شبكي اخذتي القصة جد؟ كنت عم بمزح معك. ايه حقك تمزح كمان، مو انا صايرة سلايتك حبيبي، شي طبيعي تمزح. بدل ما اركض ورا طموحي وفكر بحالي اخترت زل حالي وضحي بحياتي واركض ورا حب طلع بالاخير كله كذب بكذب. بلا ما تحكي هيك حبيبتي، والله بزعل منك. ما في داعي تزعل، انت ما دخلك بشي، انا عملت بحالي واللي صار بستاهله. بس عن جد واحد مثلك، شبه واحد مثلي مجنون؟ والله مجنون، اي مجنون.